الغريب إنك ما تحسب خطواتك صح يا متهور. ترى هذا التهور صفة شينة في الرجال. وصلت الصور الماجد وراحت ليد منصور. طيب وبعدين؟ أنت ليه ترمي الأوراق اللي عندك بسرعة؟ ليه ما تتعلم من الدرس؟ ترى أنا عندي أدلة ضدك ومع كذا ما رميتها. يمكن ما جاء وقتها. مثل ما عندك صور الجويرية وممدوح، أنا عندي بعد صور لك وأنت تدفع ربعك اللي كانوا يبون يحرقون الآليات. أنت تحسب نفسك ذكي يوم أنك ما حولت لهم الفلوس وسلمتهم إياها كاش؟ شكلك ما تبي تقتنع أني دائم سابقك بخطوة. بالمناسبة، إذا كنت تحسب أنك عدوي فراح يكون ذكائك خانك مثل العادة. عدوي أكبر منك بكثير، بس أنا الحين محتاجك. اسمع يا متسرع، عندي لك 10 صور، وعشان تحصل عليها لازم تنفذ 10 مهمات، يعني كل صورة بمهمة، وأظنها قسمة عدل. انتظر مني التعليمات قريب مرة.